وفضلت طول الفترة دي عايش في بورتوريكو وما كنتش ناوي أرجع مصر خالص، لغاية لما حمزة الله يرحمه توفى فكنت لازم أرجع. ومين اللي بلغك بوفاة حمزة؟ خالي كلمني وقال لي. هو أنت متأكد إنك مش حمزة؟ أصل إحنا توأم، عشان كده في شبه كبير بيننا. بس أنا حاساك وقور قوي. حمزة الله يرحمه ما كانش رزين كده. الله يرحمه. كنت بتعمل ايه بقى يا فارس؟ صح؟ كنت بتعمل ايه بقى في ديسباسيتو؟ اسمها بورتريكو. بورتو. كان عندي محل عصير قصب، بس الحمد لله ربنا كرمني وبقى عندي 4 فروع. ما شاء الله. فروع لايه بقى؟ محلات عصير قصب. يعني انت كنت في بورتريكو بتبيع عصير قصب؟ أنا عارف إن الموضوع ممكن يبان إنه هزار يعني، لكن اللي ما تعرفوش عن البلد دي إنها مشهورة بزراعة القصب، وأنا فتحت محل هناك لأن المشاريع دي بالنسبة لهم مهمة جدا وبتكسب كتير أوي. لا، هي مش مشهورة بالقصب بس، ديسباسيتو، وكمان هناك كائن حيواني صغير ضفدع كده اسمه الكاوكيو وعاصمتها سان خوان. موسوعة علمية. دبن ولا فاهم. معلش سؤال صغير بس، الفخفخينة هناك بتباع بكام؟ بس يا ودي تافه انت. لا ما تكلميهوش كده. بقول لك ايه، هو انت متجوز يا اخويا؟ لا ما اتجوزتش خالص خالص. يعني كان في مشروع ارتباط كده بس ما حصلش نصيب، هي كانت متفتحه قوي ويعني ما حصلش بينا توافق. توافق. انت عارف ان اخوك عمره ما سمع الكلمه دي الا في التلفزيون؟ باعتبارك بقى اخو حمزه يا فارس، في موضوع كده كنت عايز اقول لك عليه. فيه 3 ستات رافعين قضيه على حمزه، وباعتبارك اخوه بقى يعني يا ريت تساعدنا علينا نخلص من الحكايه دي. يعني خليك جنبي يا خالي وفهمني كل حاجه، وانا ان شاء الله هتصرف طالما احنا اسره واحده. طبعا يا حبيبي احنا كلنا معاك.